السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأفاضل. اليوم بحول الله تعالى فيديو جديد ودرس مهم في جانب الاطلاع بالفيرني، وإليكم هذا الحائط الخشب الجداري الذي يفرق بين الصالة ووسط المنزل، وأيضا يفرق بين المطبخ على الصالة. إذا أحبابي في الله، من أهم اختيار ديكور الخشب الجداري لتزيين الجدران. يعتبر ديكور الخشب الجداري من أفضل السبل لتزيين الجدران، خاصة ما يضيفه الخشب الطبيعي من فخامة وأناقة البيت. ويعتبر ديكور خشب الجدران من أفضل وأروع الأفكار لتزيين حوائط بيتك، حيث أن الديكور رائع كما قلنا. وأيضا هناك أنواع من الخشب تعطي رائحة طبيعية رائعة للغاية، بالإضافة إلى أن خشب الجدران نادرا كما نجده، وهكذا سيجعل منزلك أكثر تميزا عن غيره. لذا أقدم لكم ديكورات خشب رائعة ومبهرة للغاية. بالنسبة لهذا ديكور خشب جداري، أو نقول نقش يدوي للسقف، فاليوم العمل الذي أقوم به لهذا الديكور الخشب الجداري فاصل بين المطبخ ووسط المنزل، وأيضا بين الصالة، يعني لدينا جدارين، ها هما إذن أقوم بطلائهما بالدهان، يعني بالفيرني، بطريقة تقليدية أحسن من الضغط الهوائي، فلاش فقاعات هكذا لسلامة الصباغة على الحائط وتجنب الضباب بسبب الضغط، فلاش فقاعات. وإلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله. وإن كنت من معجبي هذا الفيديو فلا تنسانا بأحسن تعليق، تشجيعاتكم لنستمر بنشر وتقديم المزيد بحوله تعالى.